صدق الله العظيم. إذاعة بابا رياضة من القاهرة بكل الحب، صباح الخير. فشفت الناس كتير وبدأت أحب النادي الأهلي صاحب الشعبية. فبدأنا بقى الناس، شفت الناس خارجة تشجع في الشارع، خارجة تشجع في المدرجات. حبيت التشجيع، عاوز إن أنا وقتها حبيت التشجيع لدرجة وأنا نايم أقول أهلي، وأنا قاعد أقول أهلي. فبدأت إن أنا أخش في ذمة اللعيبة بقى، الشباب بنفط وبيجي النادي ومش عارف إيه. بدأ كابتن صالح سليم عرفني. الناس بتعرف المشجع او بتعرف البني ادم كويس عشان يرد ولا منين بالاحترام. يعني يا جماعه احنا النهارده هنقول كذا، ماشي، هنقول اخش عليهم سلام عليكم سلام ورحمه الله، باخد الصغير قبل الكبير صاحب او اخ. فبدات الناس بقى تتعرف عليا، وبدات الناس تاخد عليا، وبدات الناس حسين عفيفي كبير مشجعي النادي الاهلي. اللي جاي من حلوان، اللي جاي من مصر الجديده، اللي جاي من اسكندريه عشان يتفرج على الاهلي. اقسم لك بالله ان في ناس بتيجي من اسوان في ماتشات افريقيا عشان تتفرج على الاهلي. طب الناس دي ضربه مشوار جامد، مصاريف ومش مصاريف، وبتقف بتتعذب مع قوات الامن بره ويزقوهم ويعملوهم انتماء للنادي الاهلي، حب النادي الاهلي. ما بياخدوش حاجه، ما بياخدوش، دول بتاعهم. نيجي مثلا زي انا بقف ساعتين كاملين او اكتر من ساعتين كمان قبل الماتش، بفضل اشجع اكتر من 3 ساعات. انتبهني للنادي الاهلي. انا لما جالي المرض ان انا تعبت بالقلب بسبب التشجيع، كان بسبب انتمائي للنادي الاهلي. Amen.
السبعينات كله كان جيل انتصارات، جيل الكوره، جيل اللي كان بيخلي الواحد يغني وبحماس بيغني وانت بتضحك بيغني من قلبه. الجيل اللي انا يعني ما كنتش بقول بقى في الاول بقى شد حيلك يا اهلي ولا العب يا اهلي، كنا بنقعد كده وعلينا نالف اغاني. يعني من ضمن الامثال مثلا كنا بنقول ايه، كان في اغنيه لفاطمه عيد بتقول حسنين ومحمدين، انا كنت بقول حسنين ومحمدين مصطفى عبده هيجيب جونين. يعني الحاجات، شوف الحاجات الحلوه، كنت بقول اكرامي يا ابو الحريفه يا مخلي شبكتنا نظيفه، يعني النهارده ما بقولهاش لحد. كنت انا بقول ايه يعني واحد اثنين ثلاثة ونص، عندنا خالد جد الله ده ملك النص، النهاردة انا بقولها لمين؟ اجي مثلا الخطيب كنت بغني له 20 اغنية، كل لعبة باغنية. من عتبة جينا ومن شبرا يا بيبو، يا ابو الفلن حرير حمرا يا بيبو، فنان ولعبك رجلية يا بيبو، يا سحر الكرة المصرية يا بيبو، استاذ الكرة المصرية يا بيبو، يا مدفعية يا بيبو، يا ابو رجل قوية يا بيبو. يوم اعتزال الخطيب كان اوسخ من موتة جمال عبد الناصر. حاسه ان هي ناقصه، ان في ناس اعتذرت وفي ناس مشت وفي ناس بطلت، وزي طاهر ابو زيد وزي محمود صالح وزي ربيع ياسين الاربعه اللي بطلوا مره واحده. بدات انا اقول بقى ان انا مقل اللعيبه، عايز اشد من نفس اللعيبه، اللعيبه مغلوبه ماتش اثنين ثلاث ماتشات، بتنادي اللعيب لعيب تعالى 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 يا فلان تنسى، تعالى يا شوبير كان ساعتها جون شوبير. فبدأت النجمة تخش، اللعيب يجي قلنا احنا نحييه بنديله حدة روح، فبدأت كلمة تعالى يا شوبير تعالى يا حضري. بقى في البيت بقى برضه كورة، يعني نايم كورة، اتكلم في الشارع كورة، اروح النادي كورة، لو فتحت عملوا لي عملية بجسمي كله كده هطلعوا مخازن كور. ما فيش حاجة ما بتكلمش على اي حاجة لك كورة. ممكن لو قالوا لي اعمل لك غدوة اقول لك كورة، لو انت بصيت كده تلاقيني انا القرآن كريم وام كلثوم. لدرجة حتى أم كلثوم من حب أنا بحبها جدا، كنت بغني لها أغنية في الإستاد والجمهور كان بيرد. استنى استنى نقولها مع بعض يلا الحافظة. القمر من فرحنا من فرحنا الحياة من غير الأهل مش حياة. التمرينات هنا أستاذ مختار الكرش هنا في النادي الأهلي، التمرينات الاستعداد للزمالك أو استعداد لمنشآت كبيرة، تحس إن هنا في 30 40 ألف متفرج.
انا بقى اسعد بصفه شخصيه في المكان ده يعني بتراقب فرقتك والاحتياطي بتاعها واللي طالع والاشبال وبتاع، فدي بالنسبه لي متعه قديمه جدا بمارسها. شيء جميل قوي انك تنتمي النادي يسعدك وطوال الوقت بيحقق بطولات طول الوقت، لحظات جميلة قوي بتعيشها وانت بتشوف فرقتك بتكسب وبتتواجد معاهم حتى في الأوقات العصيبة. كل حاجة فيها تشجيع، فيها راجل بيقول حتى على الأقل للمريض اللي في المستشفى شد حيلك المريض بيصحى.